السلام عليكم. تعرف تتكلم انجليزي كويس؟ تعرف تتواصل مع اصحابك في الفيسبوك او تويتر بشكل سهل وسلس يوصلهم المعلومة من غير ما يفكروا انت تقصد تقول ايه؟ او العكس، بتتفرج على اخبار انجليزية، بتشوف افلام امريكاني، بيوصل لك المعنى والمضمون بشكل سهل وسلس ولا محتاج دايما ديكشنري جنبك تقعد تطلع كل كلمة عقبال ما الفيلم يكون خلص؟ معانا في مركز ETE بنتعلم قواعد الإنجليزي، بنتعلم ازاي ان احنا نسمع، بنتعلم ازاي ان احنا نكتب، نعرف ازاي ان احنا نتكلم إنجليزي كويس. كلنا درسنا عربي في المدارس، بس مش كل قواعد العربي بنستخدمها، مش كل كلمات العربي بنستخدمها، وكذلك في بقية اللغات. مش أي قاعدة أو أي كلمة بنحتاج ان احنا نستخدمها بشكل يومي، ده في حالات كمان ممكن ان احنا نقعد حياتنا كلها ما نستخدمش كلمات عارفينها، ونبقى ناسيين كمان ان احنا عارفين الكلام دوت لو قريناها في كتاب قديم مثلا. معانا في مركز ETE هنتعلم قواعد ان شاء الله، نتعلم كلمات، نيجي في اخر مستوى واهم مستوى بنتعلم حاجة اسمها محادثة. مش كل قواعد الثمان مستويات بنحتاج ان احنا نستخدمها، وان كان ضروري ولازم ان احنا نعرف القواعد لان دوت اللي احنا بنكتب بيه، بس مش كل حاجة بنستخدمها في الكتابة بنستخدمها في الحوار اليومي العادي. كل دوت هنتعلمه ان شاء الله في مركز ETE لترجمة وتدريس اللغة الانجليزية. كان معاكم الدكتور محمد متولي.